مشاهدينا ومتابعيني مباشر من مصر كل مكان، معاكم النهارده موجودين من قدام محكمة زينهم بالقاهرة عشان نغطي موضوع شغل الناس كلها اليومين دول. اللي فاتوا النجم مؤمن زكريا اتذكر اسمه في واقعة غريبة بعد ما لقوا صورته وأوراقه عليها طلاسم في مقبرة. القصة قلبت الدنيا على السوشيال ميديا والناس عمالة تتكلم عليها. ايه اللي حصل وليه؟ تعالوا نتكلم في التفاصيل. القصة بدأت لما رمضان العقبي وهو عامل في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة طلع وقال انه لقي ورا مكتوب عليه طلاسم وصورة مؤمن زكريا اثناء ما كان بيزرع صبار جنب المقبرة. وهنا الصدمة الكبيرة، ان المقبرة دي كانت قريبة جدا من مقبرة عائلة الكابتن مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق. الطرب قال انه بلغ مؤمن زكريا فورا بعد ما لقى الطلاسم، وفعلا مؤمن جاب نفسه ومعاه 3 شيوخ عشان يشوفوا ايه الحكاية، وفضل يدور على التفسير الطلاسم والصورة دي. والكابتن مجدي عبد الغني اتكلم وقال انا ماليش اي علاقة بالكلام ده نهائي، وما زرتش المقبرة دي من سنة 1984 بعد ما دفنت والدي عبد الغني. واضح انه عند المقبرة جديدة للعائلة وبيهدد بمقدار كل اللي اتهموا بالباطل في الموضوع ده. قالها بوضوح انا هعمل سحر المؤمن زكريا ليه،